في أي إطار تأتي مثل هذه الاتصالات ومثل هذه التحركات السعودية السودانية؟ طيب، لك التحية مجددا أستاذ صلاح. حقيقة تأتي هذه التحركات الدبلوماسية من قبل المملكة العربية السعودية في إطار سياق العلاقات التاريخية التي تجمع السودان بالمملكة العربية السعودية، هذه العلاقات التي تمتد إلى خمسينات القرن الماضي، وهي علاقات أزلية تاريخية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدينية بشكل أخص. وبالتالي لم يكن هذا التحرك قريبا في سياق الأزمة التي يعيشها السودان، والتي تتطلب من كافة أصدقاء السودان ومن كافة جيران السودان ومن كافة محيط السودان الإقليمي والدولي مثل هكذا تحرك. وحقيقة يأتي الاتصال الذي تم ما بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع السيد رئيس مجلس السيادة ومع السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لغاء السفير السعودي اليوم بنائب رئيس مجلس السيادة، كلها في إطار أو في إطار التباحث حول الأزمة في السودان، الأزمة السياسية التي تمتد منذ 25 أكتوبر، وفي سبيل البحث عن وتقديم المقترحات وتقديم الإفادات فيما يتعلق بهذه الأزمة. والأبرز في هذه الأزمة هو عدم تشكل إلى الآن حكومة في السودان بعد تسمية أو بعد إعادة السيد الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء. فهذه الأزمة في هذا الجانب هي التي دعت الأشقاء في المملكة العربية السعودية للإدلاء بدلوهم ومد يدهم في سياق البحث عن حل هذه الأزمة، وبالتالي التأكيد أيضا من منطلق هذه الأزمة على حرص المملكة العربية السعودية على علاقاتها التاريخية بالسودان، وأيضا على حرصها على وحدة واستقرار وأمن السودان، وهذا شهدناه في منعطفات كثيرة منذ نجاح ثورة ديسمبر.